شاركت مصر في اجتماع دول الجوار الليبي خلال القمة الإفريقية بأديس أبابا، فما هي أبرز النتائج التي تمخض عنها هذا الاجتماع وما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات فيما يتعلق بالوضع الأمني في ليبيا، وأيضا ماذا عن آخر المستجدات المتعلقة بأزمة اختطاف الأقباط المصريين في ليبيا؟ للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو السيد عمر القويري وزير الإعلام والثقافة الليبي. أهلا سيادة الوزير. أهلا وسهلا بك. دعنا نتحدث عن العلاقات المصرية الليبية، كيف ستكون خلال الفترة القادمة بعد اجتماع دول الجوار الليبية؟ طبعا العلاقات يعني الليبية المصرية هي علاقات تاريخية صحيح. قديمة يعني من قبل التاريخ، وليست يعني وليدة اللحظة، والعلاقة بين الشعبين يعني علاقة مشتركة، المصير واحد والمركب واحد والعدو واحد، فبالتالي دائما حتى لو اختلفت وجهات النظر في بعض القضايا توجد نقاط يعني استراتيجية أساسية لا يمكن الاختلاف فيها، ومنها ملف يعني مكافحة الإرهاب. ملف مكافحة الإرهاب هو ملف مشترك لأن العدو فيه واحد، ومصر يعني مستهدفة أو المستهدف الأول من كل هذه الفوضى التي تم اختلاقها في العالم العربي. التنسيق يعني بعد الاجتماع الأخير في أديس أبابا أو قبله هو العمل يعني مشترك، وطبعا حصلت فيه بعض المواقف السيادية نعم. التي أوصلت رسالة اطمئنان للشارع الليبي والشعب الليبي، حيث رفضوا المشاركة لوجود أطراف ليسوا أعضاء في الاتحاد الأفريقي طيب. اللي هم قطر وتركيا، وخرج هؤلاء الناس يعني من التدخل، وندعوهم للخروج من التدخل في الشأن الليبي الداخلي، لأن سيادة ليبيا خط أحمر لا يمكن أن يسمح أو يقبل الشعب الليبي الأبي الصعب أن تتدخل أي دولة في شؤون الداخلية، ومن أراد المساعدة والمساهمة في رفع المعاناة أو في إنهاء الأزمة في ليبيا فليدخل من الباب وليس من الأبواب الخلفية أو النوافذ. طيب كويس، بعد هذا الاجتماع كيف سيكون التنسيق بين مصر وليبيا في مواجهة الإرهاب؟ أنا قلت لك هو الاجتماع هذا يعني ليس يعني حدث استراتيجي بالنسبة لليبيا ومصر، لأن التنسيق مسبق، التنظيم الدولة الإسلامية مسبق ومستمر، مسبق ومستمر وسيستمر مهما كانت الظروف والمتغيرات، مهما تغيرت الحكومات في ليبيا والأوضاع في ليبيا، لأن ليبيا الآن الحكومة فيها مؤقتة في انتظار يعني الانتهاء من مشروع الدستور وتعيين يعني حكومة دائمة وانتخابات رئاسية. المجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي، انتخابات ديمقراطية مباشرة أشرف عليها العالم كله، الجماعة أو تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي فشل في هذه الانتخابات وقام بانقلاب مسلح عبر استخدامه للميليشيات وسيطر على العاصمة طرابلس وسبب يعني دمار وفوضى في مطار طرابلس وفي المدن والقرى المجاورة. فالتنسيق يعني مشترك، لأن عندنا يعني تنظيم الدولة الإسلامية داعش موجود في مدينة درنة التي يعني لا تبعد يعني كثير عن الحدود المصرية، وتم نعم، وبالتالي كل الحالة الأمنية داخل ليبيا تنعكس بشكل أو بآخر على طبعا مصر بطبيعة الحال، هي سواء الحالة أو حتى أن مصر في حد ذاتها مستهدفة، يعني ليس فقط وجود فوضى في ليبيا ودولة مجاورة توجد بها فوضى ومصر سوف تكتفي بحماية حدودها، مصر مستهدفة عبر برنامج تجنيد للمتطرفين المصريين وتهريب للسلاح ويوميا يعني، وهذا حتى يرهق الميزانية المصرية والموازنة العامة ويرهق الأجهزة الأمنية وقوات الجيش المصري وعلى كافة الدول العربية، مساعدة مصر ومساعدة ليبيا في مواجهة الإرهاب. نعم سيادة الوزير، حضرتك ذكرت الحدود بين مصر وليبيا، تارة تقفل الحدود أو تغلق من الجانب المصري وأحيانا تغلق من الجانب الليبي، هل هناك في الأفق حديث عن ربما منطقة عازلة بين مصر وليبيا؟ لا 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 يمكن إنشاء منطقة عازلة، لأن الحدود المشتركة هي حتى يعني عبارة عن وسيلة ترتيب وتنظيم، لأن القبائل التي تسكن في هذه المنطقة هي قبائل يعني مشتركة وواحدة، والناس يعني ينتقلون يعني كل يوم أحيانا 4-5 مرات، يعني أحيانا يصلي الظهر في ليبيا ويصلي العصر في مصر، فبالتالي يعني فكرة إغلاق الحدود يعني بشكل نهائي أمر يعني غير وارد ولا يخدم مصلحة أي طرف طيب. لكن أحيانا غلق الحدود من هذا الجانب أو ذاك لمزيد من التنظيم أو مزيد من الترتيب، أو مثلا في أمور تقنية مثلا توقف منظومة الجوازات أو منظومة المنافذ الأمنية، لكن يعني بشكل عام
الحكومة المصرية الآن بتعليمات رئاسية مباشرة من المشير يعني السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حتى بالأمس يعني هناك يعني مقترحات جديدة لتسهيل حركة العبور، منها يعني النساء يعني لا يحتاج أن تأخذ فيزا، منها الطلبة الليبيين لا يحتاجوا أن يأخذوا فيزا لزيارة مصر، منها الحالات المرضية للعلاج، أي شخص يحمل تقرير طبي بإمكانه الدخول إلى مصر بدون فيزا. هذا كله يسير ويصب في مساعدة والمساهمة في الدفع بتخفيف الضغط على الحكومة الليبية المؤقتة التي تعاني ظروف استثنائية. طيب، هناك ملف كبير يعني يهتم بالشارع المصري بشكل كبير وهو المختطفين في ليبيا الأقباط. نعم. كيف يجري التنسيق بين مصر وليبيا لعودة هؤلاء؟ نعلم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا شكل لجنة لمتابعة هذا الموضوع، كيف تنسقون مع هذه اللجنة؟ هو طبعا الآن ليبيا كلها مختطفة يعني وليس فقط الأقباط. مصر طبعا تعاقب من قبل الميليشيات المتطرفة وبأوامر من تنظيم الإخوان الإرهابي لمعاقبة مصر والتضييق عليها عبر مثلا اختطاف طائفي يعني مثل الأقباط. نحن الأقباط في ليبيا يعيشوا معنا منذ يعني نشأوا، لا يوجد حتى تمييز ولا سؤال يعني عن الجنس او الدين او العرق او من اين يعني او لاي طائفه ينتمي يعني الشخص. المصري في ليبيا يعامل مثل الليبي يعني. يعيش مع الليبيين يعني حاله الرخاء وحاله الشده. طيب، قلت انه في ليبي ممكن يصلي العصر في ليبيا ويصلي العشاء في نعم. في مصر، لانه القبائل الليبيه لها جذور وامتداد في مصر والعكس صحيح. نعم. هل بيتم التنسيق ايضا مع القبائل؟ ما فيش شك فيما يعني يخص ملف هو الشعب العربي بعمومه يعني لو حتى امتديتي وتباعدتي دائما في روابط مشتركه. الناس اللي عايشه على الحدود هذه يعني قسمها الاستعمار ورسم هذه الحدود، كانوا في السابق يعيشوا يعني حياه طبيعيه. احنا عندنا بعض الحالات انه الاخ ليبي واخ مصري الحدود قسمت بينهم يعني واحد ساكن هنا وواحد ساكن هنا، ونفس الشيء حتى الحال في تونس وفي الجزائر يعني. فبالتالي العلاقات يعني والتنسيق والتعاون مع الدولة، القبائل اللي انت تتكلم عليها هي يعني عندها علاقة وثيقة جدا بالدولة وبمؤسسة الجيش، لأن مؤسسة الجيش هي اللي توفر لها الحماية وتقوم على مثلا تأمين مناطق يعني حركتهم وتحركهم من إلى يعني. فبالتالي يساهموا في تقديم المعلومات ويساهموا مثلا في المتابعة، وجزء كبير منهم أصلا موظفين يعني في الأجهزة الأمنية وفي مثلا في القوات المسلحة. طيب، حضرتك ذكرت أنه ليبيا كلها مختطفة مش بس الأقباط المصريين، لكن في أي سياق يمكن أن نضع هذه الخطوة، خطوة اختطاف المصريين الأقباط؟ يعني هل يمكن أن توضع في سياق أنه ضغط على مصر حتى لا تساعد ليبيا؟ نعم طبعا، حتى لا تتدخل في الشأن الليبي؟ لا، هي مصر لا تتدخل ولا يمكن أن توصف، حتى لا يكون لها تواجد أقصد يعني، مش تتدخل. أنا قلت لك يعني مصر هي موجودة تاريخيا ومصالح ليبيا هي مصالح مصر، يعني العدو واحد. للضغط حتى لا تساعد مصر ليبيا؟ طبعا الآن عندنا يعني تنظيم الإخوان قام بانقلاب عسكري في العاصمة طرابلس يحاول أن يعاقب الحكومة المصرية عبر يعني إرهاب المصريين. فمصر كدولة أو كحكومة الآن تدفع ثمن مواقفها الداعمة للشرعية في ليبيا، وهذا طبعا الموقف المساند لن ينساه يعني الشعب الليبي. وسوف طبعا عندنا احنا يعني من العمالة التي تشتغل في ليبيا تقريبا 2 مليون يعني مصري، يعني ممكن ثلث سكان ليبيا. فهذا يعني حتى في الفترات القادمه وفي المستقبل القريب يجعل الاولويه في وجدان الشعب الليبي ان مثلا الاخوه في مصر او الحكومه في مصر قامت يعني بما عليها وزياده في مساعدتهم للخروج يعني من الازمه اللي يعيشوا فيها. نعم. والسيد رئيس الجمهوريه يعني صرح في اكثر من مره ان يتابع قضيه المختطفين باهتمام وتأتيه التقارير اليومية عن آخر المستجدات، ولكن هذا لن يثني مصر عن متابعتها في مواقفها الثابتة والاستراتيجية في دعم الشعب الليبي حتى يخرج من أزمته. طيب، كيف يرى الجانب الليبي المؤتمر الاقتصادي المصري الذي سيعقد في مارس القادم؟ طبعا أكثر من يجيب على هذا السؤال هو السيد وزير الاقتصاد يعني دكتور منير منصور، ولكن التنسيق والتعاون بين يعني الحكومة الليبية المصرية في منذ التصحيح والانتخابات الأخيرة في مصر هو في يعني أفضل مراحله.
يعني رغم الظروف التي تعانيها ليبيا، لكن في صناديق استثمارية ليبية سيادية في الخارج قد تمتلك ممكن 250 مليار دولار في الخارج، في جزء منها ممكن ما يقارب 10 مليار موجود في مصر. نعم. والتوجيهات للمواقف الوطنية المصرية دائما الآن سيكون يعني في تعاون مشترك في قطاع الكهرباء، حيكون تعاون استراتيجي وكبير، وضخ الدولة الليبية يعني استثمارات مشتركة، في تعاون في إنشاء مصفات يعني للبترول في المناطق الحدودية القريبة يعني بين مصر وليبيا في مطروح تقريبا. نعم. في مشاريع يعني إن شاء الله يعني مشتركة نزيد ونطورها ونوسعوها أكثر يعني. طيب دعنا نتحدث عن التعاون المصري الليبي في مجال الإعلام، هل يعني تتعاونون مع مصر؟ هل تريدون مصر أن تتعاون معكم في خبرتها في نقل الأخبار؟ هو ما في شك احنا يعني لولا المساهمة والمساعدة المصرية ما كناش يعني قادرين، لأن كافة الإمكانيات، سؤال إعلامي بقى. نعم، كافة الإمكانيات اللي تملكها الدولة الليبية هي متمركزة في العاصمة طرابلس. يعني القنوات الفضائية تقريبا 12 مقر، عندما استولت الميليشيات المسلحة على العاصمة طرابلس وخرجت الحكومة مؤقتا إلى أقصى الشرق في مدينة البيضة، لا نمتلك نحن الوسائل البديلة أو المقرات البديلة اللي تمكننا من الخروج بشكل يعني مناسب. بدأنا في إنشاء بمساعدة واستشارات طبعا من خبرات مصرية أساسية، في إنشاء يعني محطات فضائية ومقرات في مدينة البيضة وفي مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي، ونحاول أيضا استخدام مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر. عندنا ملف شائك مازال لم يحل، نسعى إلى حله قريبا، وعندنا بعض الوعود محتاجين لتفعيلها من الحكومة المصرية اللي هو قناة الساعة، مقفلة يعني منذ 4 سنوات، فيها إمكانيات يعني كبيرة جدا تمتلكها الحكومة الليبية، وقام يعني مجموعة من الأشخاص بالاستيلاء عليها ولم يسلموها يعني للدولة الليبية. فالتعاون الإعلامي، الصحف المصرية يعني توفر مساحات، وبعضها خصص صفحة أسبوعية لشأن الليبي، والحقيقة يعني التعاون يعني جيد جدا في جانب هل التعاون سيكون مثلا على مستوى التدريب أيضا، نقل موجود الخبرات؟ نعم. لكم موجود الاستشارة وموجود التدريب، والأهم من ذلك هو دور وزارة الثقافة باعتباري أنا يعني أحمل حقيبتين الإعلام والثقافة، والتقيت مع الدكتور جابر عصفور يعني بالأمس، لأن نحن نعاني من الإرهاب مثل مصر مثل ليبيا، وأنا يعني صرحت بالأمس أننا محتاجين للمثقفين المصريين لمواجهة الكتب المفخخة التي تنتج لنا أشخاص يحملون حقائب مفخخة. الكتب المتطرفة التي تدعو إلى الذبح وإلى القتل وإلى العنف وإلى التمييز الطائفي والتمييز العرقي، يعني تحتاج هذه إلى مجهود كبير جدا من المثقفين لتسليط الضوء وإلى خلق حالة من الوعي الجمعي في المجتمعات العربية، حتى نقفل باب التجنيد الذي تقوم به الجماعات الإرهابية وتضخ مزيد من الشباب وتتسع دائرة الفوضى في العالم العربي يعني. طيب بما أنك ذكرت الكتب، دعنا نتحدث عن المشاركة الليبية في معرض الكتاب المصري. طبعا يعني ليبيا حريصة كل سنة أنها تشارك يعني في معرض الكتاب المصري ومعرض القاهرة، لكن اللافت للانتباه هذه السنة أن التنظيم يعني كان متميز جدا، ومعي أنا يعني مدير إدارة المراكز الثقافية في ليبيا الأستاذ علي الصالحين مواظب على المشاركة منذ 30 سنة، وقال أن هذا الإعداد أو هذا التنظيم لهذه السنة هو الأفضل على الإطلاق. يعني لم يكن لديكم أي مخاوف من الحالة الأمنية؟ لا يوجد أي مخاوف، يعني مصر إن شاء الله محروسة من الله سبحانه وتعالى ومن جيشها العظيم يعني، وقادر على ضرب الإرهاب والقضاء على الإرهاب. فالدكتور أحمد مجاهد يعني رئيس هيئة الكتاب المصري يعني الحقيقة قام بشغل متميز جدا في دقة التنظيم وفي تجهيز صالات العرض، حتى رغم أن بعض المباني كانت يعني تم إزالتها في السابق تم تعويضها بمباني مؤقتة. الحقيقة يعني فاجأ الجمهور يعني المعرض هذه السنة يعني. طيب نعود لمشاركتكم أنتم في المعرض. نعم، نحن شاركنا بوفد رسمي، عندنا جناح عرض رسمي فيه تعريف بالكتب والمطبوعات التي قامت وزارة الثقافة الليبية بطباعتها، في طبعا مشاركة من مجلس الثقافة العام الليبي جناح خاص بهم، في مشاركة من اتحاد الناشرين الليبيين، وفي دور النشر الخاصة الليبية يعني شاركت، كلها يعني تعرف بالكتب اللي قامت بطباعتها
وتقوم يعني بالترويج او بالتعاون مع الناشرين في تسويق يعني مطبوعاتها. يعني بشكل عام المشاركه يعني رغم الظروف اللي تمر بها ليبيا والازمه اللي تعانيها ليبيا، اراده الحياء وصناعه الحياء في ليبيا هزمت وسوف تهزم اجنده الموت التي يعني تروج لها وتخطط لها التنظيمات المتطرفه. نعم. معالي الوزير عمر القويري وزير الاعلام والثقافه الليبيه، اشكرك جزيل الشكر. شكرا لك.